السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وفيديو جديد على قناتي مطبخ السبع بهارات فيديو النهاردة إن شاء الله هقولك إزاي تعمل التورتاية الجميلة دي في البيت بكل سهولة وكمان هنحشيها بحشو مميزة جدا جدا هنبدأ بسم الله هنحتاج معانا كيكة سفنجية مقاسها خمسة وعشرين كنت عملتها معاكم فيديو قبل كده إن شاء الله لكم الرابط في الوصف هتعملي الكيكه الاسفنجيه بطريقه سهله جدا بمكونات مظبوطه وناجحه معاكي ميه في ان شاء الله هشه وجميله وطريه وكمان ما بتحتاجيش ان انت تسقيها وانت بتحشيها هنقطعها بالشكل ده هقطعها لاربع ديسكات بالشكل اللي انت شايفاه ده وبنصحك تستخدم المنشار بتاع الكيكه ده سهل جدا في استخدامه بيطلع لك الطبقات منتظمه شايفين ما شاء الله الطبقات كلها مقاس واحد ومنتظمه وعشان نعمل الكريمة هنحتاج ميتين وخمسين جرام كريم شانتيه وميتين وخمسين مل مية متلجة وكوباية سكر ومعلقتين كبار من الباستر كريم هندوبهم في ربع كوباية مية باردة ومعايا باكت من النسكافيه بطعم الكراميل دوبت الباستر كريم في ربع كوباية مية ساقعة وبحسبهم على جنب وبحط كوباية السكر وكوباية المية المتلجة لو لاحظتم ان المية فيها تلج آه وده بيساعد على نجاح الكريمة بتاعتك وانت بتضربيها وبتدوبي السكر شوية كده في المية وبعدين بتنزلي بالكريم شانتيه البودر و... وباكت الكريم بكت النسكافيه اللي هو بطعم الكراميل عشان النهاردة هعمل الكيكة بطعم الكراميل وبضرب شوية كده بالمضرب لحد ما الكريمة تندمج وبعدين بنزل بالبستر كريم اللي احنا كنا مدوبينه في المية وبتضربي الكريمه كويس لحد ما يتضاعف حجمها معاكي وتبقى قوامها بالشكل ده شايفين ما شاء الله القوام بتاع الكريمه رائع جدا وحاولي تستخدمي كريمه يكون نوعها كويس عشان تبقى الكريمه ناجحه معاكي هنبدا نحشي الكيكه بالشكل ده هنحشي اول طبقه بفضل ان انا استخدم كيس الحلواني عشان احط الكريمه بالشكل ده بتكون اسهل واسرع وبيخلي الطبقات كمان بتاعة الكيكة منتظمة وبعد ما بتفرديها كده بالاسباتيولا بنعمل اطار على طرف الكيكة كده بالشكل اللي انتو شايفينه في الفيديو ده ده علشان لما تحط الحشوة بتاعتك ما تبقاش نازلة في الاطراف وكمان بترفع الكيكة بتاعتك وما بتخليش الترطية الجوانب بتاعتها نازلة بعد ما بتحشيها وتخلصيها حطيت طبقة من صوص التوفي او مربى الحليب مربة الحليب ممكن تجيبها جاهزة او ممكن تعملاها في البيت ونفردها بالشكل ده ولو حسيت ان هي سميكة معاكي شوية ممكن تخففها بمعلقة مية سخنة عشان تتفرد معاكي بسهولة وحطيت كمان رشة من المكسرات المجروشة ممكن تستخدمي لوز محمص او بندق بتجرشيه جرشة كده تكون وسط ما يبقاش ناعم قوي ولا خشن وكده عملنا الطبقه الاولى وهنحشي الطبقه الثانيه حطيت كميه الكرم شانتيه بالشكل ده وبفردها بالاسباتيولا بكل سهوله وبنعمل برضو الجوانب على حافه الكيكه بالشكل ده خطوه مهمه جدا بتحافظ لك على شكل التورتوان بما ان, ان احنا عاملين التورتيه النهارده بطعم الكراميل فهستخدم الطبقه الثانيه هنحشيها اه ببسكوت اللوتس طعمه جميل جدا ولايق مع طعم الكراميل برضو هتجيبي البسكوت وتكسريه يبقى خشن كده بالشكل ده وتحطي طبقه من البسكوت طعمها رائع جدا جدا في الحشوه وكده عملنا الطبقه الثانيه وبنحشي الطبقه الثالثه بنفس الطريقه بنفرد الكريمه شايفين ما شاء الله الكيس الحلواني بيخليني افرد الكريمه بسرعه وبسهوله وبطبقه منتظمه ما تنسيش الجوانب اللي قلنا عليها الطبقه الثالثه هحشي بكوكتيل كده من صوص الكراميل وبسكوت اللوتس وشويه من المكسرات المجروشه التورتايه النهارده بطعم الكراميل فحبيت ان انا استخدم معاها المكسرات وبسكوت اللوتس برضو بيبقى لايق جدا على طعم الكراميل حشوه جميله جدا وهتعجبك ان شاء الله لما تعمليها حطينا بسكوت اللوتس وهحط كمان رشة من المكسرات المجروشة اللي معانا وبكده نكون خلصنا الطبقة الثالثة، وهحط اخر طبقة من الكيك الاسفنجي الكيكة بتاعتنا ما شاء الله هشة وجميلة مش محتاجة ان انا اسقيها ان شاء الله لما تجربي الطريقة دي هتلاقيها جميلة جدا جدا هسيب الرابط في الوصف ان شاء الله وبعد كده بنغطي الجوانب وبنغطي الكيكه بتاعتنا كلها بالكريم شانتيه زي ما انت شايفه لما بتستخدمي القمع ده العريض ده بكيس الحلواني بيسهل عليك ان انت كمان تغطي الجوانب ما تخضريش في الكريمه هنغطي كمان السطح بتاعها بالشكل ده وبتجلسيها كويس جدا وبتخلي الاسطح بتاعتها ناعمه وعشان تخلي السطح بتاع الكيكة ناعمة كده بالشكل ده اه بعد ما بتفردي الكريمة بتحط الاسباتيولا في مية سخنة وتمسحيها بفوطة او بمنديل وترجعي تمشي كده على الكيكة كلها ما شاء الله بتخلي الكريمة بتاعتك ناعمة وجميلة وغطيت الجوانب كمان بالمكسرات المجروشة زي ما انت شايفة ممكن تستخدمي بندق او لوز محمص ممكن تستخدمي كمان فول سوداني عادي هيبقى طعمه رائع جدا وبعد ما غطيت الجوانب بالشكل ده بنعمل اطار كده للكيكة للتورتاية بتاعتنا نعمل وردات كده بالكريمة ومعايا القمع اللي هو بتاع النجيلة بيبقى شكله مخرم كده بالشكل ده ولو انت شوية من الكريم شانتيه طيب باللون الاخضر عشان عايزة اعمل شكل النجيلة كده في التورتاية وحطيت الطبقه القمع ده وهنعمل كمان اطار تحت في الكيكه كده عشان الجوانب بتاعتك يبقى شكلها حلو ويبقى شكلها زي الجاهزه بالظبط ان شاء الله بكل سهوله بتعملي التورته في البيت مش هتكلفك حاجه واحسن وانضف كمان ما من بره التزيين النهائي بقى بحط الكوره كده لان هعملها على شكل ملعب بتاع كره القدم الكرة دي كنت عملتها عملتها في فيديو منفصل ان شاء الله انزله لكم باذن الله عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم شايفين ما شاء الله جميلة جدا وكمان هعمل حروف بالشوكولاتة تكتبي بقى الاسم اللي انت عايزاه على التورتاية بتهيأ مفيش فيش اسهل من كده في وقت بسيط جدا عملنا تورتاية والتكلفة لا تذكر وطعم طعمها رائع والحشوات بتاعتها كمان روعة ان شاء الله تعملي وتفرحي كل حبايبك شايفين ما شاء الله الارتفاع بتاع التورتوية جميل جدا وشكلها رائع ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو النهاردة واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته